في إطار مكافحة الإرهاب يتم التعاطي أمنيا في تونس مع الجهاز السري لحركة النهضة المنضوي تحت مظلة تنظيم الإخوان الإرهابي. النيابة العامة التونسية أحالت هذا الملف، ملف الجهاز السري المتهم في تنفيذ اغتيالات سياسية، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب لمواصلة التحقيق في الأدلة المتعلقة بتورط الحركة بهذه الجرائم، جرائم اغتيال أبرز ضحاياها الناشطين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013. الجناح العسكري السري لحركة النهضة التونسية بات تحت المجهر. النيابة العامة قررت إحالة ملف الجهاز السري للنهضة المنضوي تحت مظلة تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب للتحقيق في دورها بالعديد من الأحداث التي شهدتها تونس. الجلسة الأولى في المحكمة الابتدائية شهدت طرح العديد من الحقائق حول الجناح السري للنهضة، كشفت عن وجود خلايا نائمة تابعة له تملك السلاح وتمارس التجسس، وحاولت تجنيد العديد من الشبان التونسيين لصالحها بغية القيام بأعمال تخريبية. خطوة تأتي بعد سلسلة اتهامات طالت الجناح العسكري للنهضة في الفترة الأخيرة. بدأت عندما اتهمت هيئة الدفاع عن الناشطين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الجهاز السري للنهضة بتنفيذ عملية اغتيالهما في عام 2013. الهيئة اتهمت النهضة أيضا بالضلوع بشكل مباشر في التنفيذ والتخطيط لعمليات اغتيال بحق ناشطين وسياسيين وسرقة آلاف الوثائق من وزارة الداخلية. وتصاعدت الاتهامات ضد النهضة بعد أن شن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي هجوما غير مسبوق ضد قادة الحركة ونوابها في البرلمان، بل واتهمها بمحاولة قتله والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند في عام 2013 عدا عن محاولة تنفيذ انقلاب ضده. السبسي ذهب إلى اتهام النهضة بتهديده والضغط عليه بعد أن استقبل وفدا من المحامين وعرض مجلدا كبيرا تضمن أدلة بشأن الاتهامات الموجهة ضد قادة النهضة وجهازها السري وعلاقته بأحداث العنف التي شهدتها تونس قبل نحو 5 سنوات. معنا الآن من تونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى. مساء الخير سيدة عبير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. بداية، ما الذي تعنيه إحالة النيابة العامة التونسية هذا الملف إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب؟ يعني كيف ما هو المستوى الذي وصلت إليه المسألة مع هذه الإحالة؟ للأسف الشديد هذه الإحالة على الوحدة المختصة في البحث في قضايا جرائم الإرهاب لا تعني الكثير في تونس، باعتبار أن هذه الوحدة مخول لها فقط إجراء الأبحاث الأولية والاستماع إلى الشاكين وجمع المؤيدات، ثم يعود الأمر إلى قطب مكافحة الإرهاب الذي يتخذ الإجراء بعد ذلك. وهذا بحكم التجربة، باعتبارنا في الحزب الدستوري الحر سبق أن تقدمنا بقضية ضد تنظيم الإخوان في خصوص ظلوعهم في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وتمت إحالة الشكاية على نفس هذه الوحدة الوطنية المختصة في البحث في جرائم الإرهاب، لكنها للأسف اكتفت بالاستماع إلينا وجمع كل المؤيدات ثم أرجعت الملف إلى قطب مكافحة الإرهاب الذي ينتظر أن يصدر قراره. وهنا نتساءل لماذا لم يتم فتح تحقيق مباشرة عن طريق قاضي التحقيق، وبالتالي وقتها نقول أن هناك بحث تحقيقي جدي وليست مجرد أبحاث أولية، خاصة وأن هذا الملف مرتبط بالملفات المنشورة حاليا أمام القضاء، وحتى هيئة الدفاع أثارت مثل هذه الإشكاليات وأثارت حتى مسألة الاختصاص. يعني التعامل مع مثل هذه الملفات الخطيرة اليوم ليس بالجدية المطلوبة،
وخاصة ليس بالسرعة والنجاعة المطلوبة، باعتبار أن ملف التنظيم السري يعني خطورة على الأمن القومي التونسي. يعني الرئيس تحدث على مجلد يضم مؤيدات وحجج، وفي ضمن هذه المؤيدات والحجج لا نظن أنه ليس هناك ما يستحق إصدار بطاقات قضائية أو اتخاذ إجراءات تحفظية توحي بجدية هذه الأبحاث وبالسير قدما نحو كشف الحقيقة. وهذا ما نطالب به جميعا، ويطالب به كل من يريد محاسبة هذا التنظيم على الجناح السري وعلى مختلف المخالفات وعلى علاقته بالإرهاب وظلوعه في تسيير الشباب إلى بؤر التوتر وعلاقته بالشخصيات الإرهابية. لماذا سيد عبير برأيك لم يتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق وتم أخذ الملف في هذا المسار؟ يعني أنت تقولي أنه ليس هناك جدية، ليس هناك سرعة في إنجاز هذه المسألة، لماذا برأيك هذا التعطيل بين قوسين إذا جاز التعبير؟ مبدئيا هذا التعطيل والتعامل مع الملفات الخطيرة التي تتعلق بهذا التنظيم الذي للأسف الشديد هو الحاكم الفعلي اليوم وهو صاحب الأغلبية في مجلس نواب الشعب، يعود إلى التجاذبات السياسية، باعتبار أن هناك أخذ ورد بين الفرقاء السياسيين، وهناك تناحر بين رأسي السلطة شهدته تونس مؤخرا بين رئيس الحكومة ورئيسة الجمهورية ورئيس الحكومة والحزب الذي انتخبه التونسيون في 2014 ظنا منهم أنه سيزيح الأخوان. في إطار هذه التجاذبات كل طرف يستظهر بالورقة التي بين يديه للضغط على الطرف الآخر، لكن إلى حد اليوم لا نرى جدية ولا نرى تعامل يعني حقيقي لمحاسبة هؤلاء، لأنه إصدار البطاقات القضائية حسب رأينا في الحزب الدستوري الحر هو الدليل الأول والأكيد بأن هناك جدية في التعامل مع المجرمين ومع المتسببين في هذا التنظيم السري. أيضا إذا كان تنظيم سياسي أو حزب سياسي مرخص له يتبين أن له جناح عسكري سري اقترف اغتيالات أو له ضلوع في جرائم إرهابية، كيف يمكن أن نقبل بهذا التنظيم في المشهد السياسي التونسي؟ ومن المفروض أن تتخذ إجراءات تحفظية لتجميد نشاط هذا الحزب على الأقل في انتظار انتهاء الأبحاث، خاصة وأن الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب التونسي يقول أن الذوات المعنوية التي يثبت ضلوعها في جرائم إرهابية يتم منعها من النشاط وحلها. اليوم لا نرى أي إجراءات تحفظية في هذا الإطار، لا نرى أي بطاقات قضائية أو إيداع لمتورطين من ضمن المجلد الذي استظهر به رئيس الجمهورية. الإحالة على النيابة على فرقة الأبحاث التي تكتفي بأبحاث أولية فيه ربح للوقت وتمطيط في الموضوع، في حين أن الشعب التونسي في أشد الانتظار اليوم في انتظار إجراءات حقيقية تبعث في نفسه الأمل بأنه ستتم محاسبة هذا التنظيم والتخلص منه في المشهد السياسي. تستخدمين تعبير البطاقات القضائية، أعتقد هذا التعبير تونسي إلى حد ما، تقصدين بذلك لوائح اتهام أليس كذلك؟ أقصد بذلك بطاقات الإيداع بالسجن مثلا، باعتبار أنه لا يعقل أنه تنظيم سري ومتهم في اغتيالات سياسية ومجلد يرفع إلى مجلس الأمن القومي ورئيس جمهورية يخرج للتونسيين ليقول أن هذا المجلد فيه كلام جدي وكلام حقيقي يستحق أن القضاء يبحث فيه. لا نتصور أن المحاكمة تكون في حالة سراح. اليوم لم يتم الإعلان عن أي أسماء بالاسم يعني متورطة، لم يتم الإعلان عن أسماء اتخذ فيها القضاء إجراءات تحفظية بإيداعها بالسجن أو إقامة جبرية أو أي شيء يوحي بأنه هناك حقيقة ملف خطير على الأمن القومي كما نراه يعني في بلاتوات الإعلام. من ناحية القضائية لم نرى أي إجراءات ولم نرى كما قلت لك أي اتصال بين القضاء ورئاسة الحكومة للسعي لتجميد هذا التنظيم في انتظار طبعا البت في الموضوع نهائيا من طرف القضاء. طيب يعني التجاذبات السياسية سيدة عبير التي تشيرين إليها قد تكون مسألة طبيعية، مسألة حتى صحية في يعني نظام ديمقراطي، ولكن أفهم من حديثك وصححيني إذا كنت مخطئا أن هناك انعكاس لهذه التجاذبات على المسار القضائي، بمعنى آخر هناك تسييس للقضاء في تونس، هل هذا ما أفهمه منك؟
في الواقع التجاذبات التي تحصل في تونس ليست علامة صحية أو علامة على ديمقراطية، بالعكس هي علامة على فشل نظام سياسي أرسيه دستور 2014، باعتبار أن التجاذبات السياسية لا تقع اليوم حول برامج أو حول أمور تهم المصلحة العليا للوطن أو تهم المواطن التونسي، لا تهم التجاذبات المشاريع التنموية أو تحسين القدرة الشرائية للمواطن أو أي شيء يمس بالحياة اليومية والاقتصادية والاجتماعية للتونسيين. التجاذبات تنحصر بين لوبيات سياسية، كل لوبي يريد أن ينتفع بهذا النظام السياسي الذي يشتت مواقع القرار، كل لوبي يريد أن ينتفع من أنه لابد من توفير 109 صوت في البرلمان التونسي لتمرير الحكومات وتمرير القوانين وتمرير كل ما يهم البلاد. 109 صوت لا يمكن أن تجتمع إلا بتوافقات ضد الطبيعة، وتنظيم الإخوان يستغل هذا النظام السياسي الذي أرساه بنفسه في المجلس التأسيسي في 2011، يستغله ليكون دائما صاحب الأوراق التي تتحكم في المشهد السياسي. وهذه الأوراق التي يتحكم فيها وهذه الممارسات أضرت اليوم بالمشهد السياسي، وما نراه من سياحة حزبية بين النواب وتغيير في الكتل بين أسبوع وآخر أكبر دليل على أن هذه التجاذبات غير صحية. بالنسبة للقضاء، للأسف الشديد هناك ضغط كبير على القضاء، تمت مارسته منذ 2011 عن طريق اتهام العديد من القضاة بالفساد، وعن طريق اعفاء 82 قاضي من طرف الوزير الاخواني الذي تولى وزارة العدل. ومنذ ذلك التاريخ القضاء اصبح مضغوط عليه ومرتهن بين ايدي السلطة السياسية، واليوم القضايا لا تتحرك بصفة طبيعية، بدليل انه في الحزب الدستوري الحر تقدمنا بثلاثة شكايات ضد تنظيم الاخوان، شكاية في 23 أوت 2017، شكاية في 19 ديسمبر 2017، شكاية في 16 ماي 2018، وشكايات إما تراوح مكانها ولا تفتح أو تفتح قطرة قطرة مثل ما هو الشأن بالنسبة لقضية التنظيم السري. إذن هناك ضغط وهناك توظيف للمؤسسة القضائية، وهذا ناتج على الاتهامات المجانية التي تم إلصاقها بمختلف القضاة إثر 2011 ونعتهم بكل أشكال الفساد، وبالتالي هناك خوف من طرف القضاة لتناول القضايا بموضوعية. شكرا جزيلا لك يا سيدة عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، كانت معنا مباشرة من العاصمة التونسية. وتتابعونا بعد قليل في الملف الخاص من غرفة الأخبار. أمن المناخ، حسابات اقتصادية وكوارث بيئية.